أنا من صغري يعني باللهجة العامية نقولها يعني حرفة، يعني كنت أحب أفكك وأركب الأشياء وأحب يعني أصنع الأشياء اللي أحتاجها يعني بنفسي، يعني مثلا بالإنجليزي نقولها الهاند ميد. أنا من صغري عندي شغف في الأجهزة الإلكترونية وجميع الأجهزة الإلكترونية تهمني. أستمتع أصلاً وأنا مثلاً أكتب الكود البرمجي، أصلاً أركب الأسلاك كذا. مثل الناس يكونون مثلاً الكود طويل قاعد يمل، أنا قاعد أستمتع حتى كل سطر أكتبه يعني الصراحة. لما قالوا لي على المسابقة هذه وإن لها علاقة بالدرونز، أنا كنت مهتم إني أشارك فيها، منها إني أتعلم عن الدرونز زيادة ومنها يصير عندي خبرة أكثر فيها. أول ما دريت إنها في الدرونز وفي الإلكترونيك على طول يعني أعطيت الأوكي. يعني أحس إن المجال هذا مثلاً خصوصاً بتخصص فيه الجامعة وكذا، وأقدر أفيد بعدين في وطني وديني يعني بإذن الله.